بطوله من وجهه نظرك واهم افتكر معاك كده بس اهم الماتشات؟ وعلى فكره احنا بنتكلم معاك دلوقتي وانت من ولاد النادي طبعا، بيبقى في رساله مهمه جدا للشباب الصغير والناشئين اللي طالعين النهارده من النادي الاهلي، يعرفوا المشوار. بالتاكيد المشوار ما بيبقاش سهل اكيد طبعا، ولما تبقى بتلعب مع تيم زي النادي الاهلي عليك ضغط جماهيري طول الوقت، اي مسابقه بتكسب بتلعب فيها مطلوب منك انك انت تكسبها او جماهيرك على الاقل مستنيك تكسبها، كل دي تجارب مهمه جدا تتنقل للشباب الصغير اللي طالع. اكيد يعني يمكن طبعا برضو يعني الواحد بيتمنى اصلا الحياه ترجع والجماهير ترجع للملعب، يعني يمكن الحمد لله الواحد محظوظ اللعب قدام 100,000 متفرج، ومن واحنا داخلين في الاتوبيس، الاتوبيس بياخد ساعه علشان يدخل الاستاد، بندخل جوه نلاقي الجمهور مليان. اعتقد ده يعني زي ما حضرتك قلت الانديه الكبيره لازم اللعيبه تتمتع ان هي تلعب تحت ضغط. يمكن الجيل الحالي ده شويه طبعا في ضغط جماهيري كبير جدا، بس عن طريق مثلا اما بيمشوا في الشارع عن طريق روحهم ان هم عايزين يكسبوا، ولكن في الملعب قدام 100,000 متفرج دي ده موضوع كبير جدا. يمكن الحمد لله لعبت مباريات كتير طبعا النادي الاهلي على طول في اغلب الاوقات، سواء المباريات الافريقيه او المحليه الاستاد كان بيبقى متقفل. فاعتقد ان انا من الناس المحظوظه، وان شاء الله الحياه ترجع والجمهور ترجع لمكانها الطبيعي، لان اصلا الكره للجمهور يعني. طبعا طبعا. كنا النهارده بنفتكر مع مشاهدي السادسه واحد من الماتشات التاريخيه الحقيقيه المهمه جدا للنادي الاهلي، ماتش الاهلي واي اس روما بطل مزبوط. ايطاليا اللي اتلعب في استاد القاهره. مزبوط. كنت بسالك حتى قبلها وانت شاركت في ماتش؟ قلت لي لا ما شاركتش، بس انت شاركت في ماتشات تانية لعب مزبوط. فيها الاهلي مع فرق عالميه اهمها يعني ريال طبعا، اهمها مباراه القرن طبعا مع ريال مدريد، وبرده وسافرنا اسبانيا لعبت مباراه ريال سوسيداد هناك. فالحمد لله يعني النادي الاهلي يعني على مختلف الاجيال، ولو حضرتك حسبتها كده هتلاقي ما فيش موسم او سنتين بيعدوا لما لازم فريق كبير سواء يجي يلعب في القاهره هنا او النادي الاهلي يسافر له، او يعني زي برضو مباراه بايرن ميونخ تقريبا كانت في الامارات في دبي. يعني دايما كده النادي الاهلي يعني اما بيجي حتى يطلب ان يلعب مع انديه كبيره الانديه بتوافق على طول للمكانه الكبيره طبعا اللي موجود فيها النادي الاهلي طبعا. والعكس صحيح يعني. والموضوع مش ماتش بس، يعني لما نتكلم على علاقه الاهلي وبايرن ميونخ او الاهلي وريال مدريد مزبوط. اعتقد في دايما تواصل مستمر بين الانديه. الاهلي كواحد من اكبر الانديه العربيه والافريقيه، وطبعا بنتكلم عن نادي زي بايرن او ريال في اوروبا من الانديه الكبيره جدا. اتكلم معاك شويه عن ماتش الريال ده. اتفضل. يعني انتوا كلاعيبه يعني الجمهور بيبقى جمهور بدايه، يعني اي اهلاوي ما دام بيقابل فريق اكس كان بقى بطل اوروبا كان بطل اسيا كان بدل على ملعبنا ووسط جمهورنا، دايما جمهور الاهلي عنده طموح احنا نكسب الماتش ده. لكن ممكن يبقى من وجهه نظر اللعيبه يعني الموضوع مختلف. ازاي كنتوا بتحضروا المباراة القرن بين الاهلي والريال وانت نازل الملعب انت والفرقه بتتكلموا في ايه؟ عندكم احساس انكم ممكن نكسب الريال، ولا المهم ان احنا نلعب ماتش حلو نبسط بيه الجمهور؟ يعني كلمني عن كواليس الماتش شويه. يعني هو المباراه دي كانت في بدايه الموسم، واحنا اصلا كنا عاملين معسكر في البرتغال. كان مين مدرب ساعتها؟ مستر مانويل جوزيه. كان جوزيه اول ما من اول ماتشات اللي لعبها جوزيه اعتقد اول مباراه في القاهره. اكيد كنا عاملين معسكر في البرتغال، كنا قاعدين كلنا طبعا مع بعض ومتجمعين وعارفين ان احنا هننزل القاهره. أيوة. وهننزل مصر هنلاعب ريال مدريد، فيعني اوريدي احنا كنا مع بعض، كنا قاعدين تقريبا اسبوعين في البرتغال معسكر استعداد للسيزون يعني. بالظبط. يعني مش عايز اقول لحضرتك من اول ما عرفنا ان احنا هنلاعب ريال مدريد طبعا المعسكر طبعا بقى يعني عايز اقول لحضرتك نار، كله بيتسابق وبيتنافس منافسه شريفه ان هو يشارك في المباراه دي. لان زي ما حضرتك عارف المباراه دي تقريبا من 19 20 سنه لسه مثلا حضرتك بتتكلم عليها وكل الاعلاميين بيتكلموا عليها وهتفضل في التاريخ. كان في منافسه كبيره جدا جدا من خلال المعسكر بعد ما عرفنا معلومه ان خلاص هنلاعب ريال مدريد، بما ان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي ونادي ريال مدريد في اوروبا. اعتقد يعني نزلنا خلصنا معسكر نزلنا من القاهره على طول على معسكر لعبنا المباراه دي. المشكله اللي مش مشكله اللي كانت بتقابلنا، الحاجه الكويسه جدا اللي كانت بتقابلنا ان ريال مدريد في الفتره دي تقريبا يعني جمع لاعبين من جمع لزيدان وفيجو وروبرتو كارلوس وراؤول جونزاليس وجوتي وكاسيا كتير لعيبه كتير
لعيبه ومكاليلي بيتهيألي كان بيلعب، ومكاليلي ولعيبه كتير جدا جدا يعني، ورونالدو رونالدو الكبير، رونالدو الكبير يعني عايز اقول لحضرتك اساطير، زين الدين زيدان، زيدان لوحده ده زيدان اسطوره، ده قصه كبيره، الموضوع كان كبير جدا جدا يعني. يمكن بطبيعه الحال في رهبه كابتن وانت في الملعب يعني، خلاص بقى ابتدينا والحكم ابتدى المباراه وال100 الف مليين الاستاد والتعليمات بتاعه كابتن جوزيه قبل الماتش، اول ما بتنزل تلعب جنب اسماء من يعني تقيله قوي كده، الموضوع ايه احساسك ايه وانت في الملعب؟ حضرتك بتلعب مع يعني احسن لعيبه في العالم يعني، بجد احسن لعيبه في العالم، ومن كل الجنسيات وكل المنتخبات يعني. يمكن عايز اقول لحضرتك تركيزنا كان شديد جدا، اكنها مش مباراه وديه خالص، كل واحد عارف ان شاء الله لو عملنا نتيجه كويسه او بقى كويس في المباراه دي هتقعد للتاريخ كله. اخذنا ده في الحسبان، يمكن اكيد بطبيعه الحال كان في رهبه شويه في اول المباراه، ولكن مع سير المباراه عايز اقول لحضرتك نسينا، وبرده حسينا ان احنا النادي الاهلي اللي لازم يكسب. يعني بعد تقريبا 7-8 دقائق، هنقول 10 دقائق بالكتير قوي، الموضوع بقى عادي جدا يعني. طبعا كان في فرص كتير جدا لفريق ريال مدريد، عكس ما في ناس كتير اتكلمت، لا كانوا واخدين المباراه بجد جدا، كانوا بيلعبوا اصلا يعني الفريق بالكامل يعني. احنا برضو توقعنا برضو اما نوصل هنلاقي زين الدين زيدان ما بيلعبش، هنلاقي لويس فيجو ما بيلعبش، هيريح هجوم يعني الفريق ويلعب يعني، متوقعين لاخر لحظه لقينا لقينا الفريق بالكامل، اديتنا دفعه كبيره جدا. بقول لحضرتك اكتر من اسبوعين عارفين ان احنا هنلاعبهم، طبعا كله مركز بطريقه كبيره جدا. اللعيبه بتتكلم مع بعض يعني، بعيدا حتى عن توجيهات الجهاز يعني، بالتاكيد الجهاز بيحفظ ادواره، بيقول مين هيلعب فين وهنلعب ازاي، ولو حصل سيناريو الماتش هيمشي، الكلام ده كله شيء عظيم، لكن انتوا كلاعيبه بتتكلموا مع بعض او انت حتى ممكن تكون تتكلم مع حد من الفرقه اللي هم قريبين قوي من كابتن محمد جوده قبل الماتش؟ لا كلنا. دي على فكره سمه موجوده في النادي الاهلي، مش عشان انا موجود هنا او لعبت في النادي الاهلي، سمه موجوده اي مباراه، كلنا على قلبنا على قلب بعض يعني، حتى اللي ممكن انا ما ببقاش موفق شويه اللي جنبي يشيلني، اللي جنبي يكلمني، في باص غلط طلع مني او حاجه، على طول اقرب واحد ليا يقول لي يلا يعني، دي على طول موجوده في النادي الاهلي بصراحه، مش المباراه دي بس. ولكن انا بما اننا بنتكلم على المباراه دي يعني، عايز اقول لحضرتك يعني مش بعد 10 دقائق الموضوع بقى عادي جدا، بقى قلب كمان ان الواحد بقى مستمتع يعني، بقى مستمتع، الرهبه راحت، في فرق كبير جدا، الرهبه راحت وانت برضو لسه متنشن وكده، قلبت ان احنا بقينا مستمتعين بالمباراه. خطوه بخطوه دخلنا في المباراه الى ان احرز بقى طبعا صندي المباراه بعد اسيست من حسام غالي، طبعا حاجه عظيمه يعني. صدقني احساس النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، لو هتلاعب مين بعد الماتش كان احساسكم ايه اول ما دخلتوا غرفه خلع ملابس؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ طبعا رد فعل، طبعا مهما اوصف لحضرتك رد الفعل خلاف اما مشينا وروحنا في يعني احنا خلاص كسبنا مباراه كبيره طبعا وكل حاجه وفرحانين، وعايز اقول لحضرتك ان هي كانت احتفاليه اكتر بعد المباراه يعني. حتى يعني برضو دي نجوم كبيره وليها طبعا تقدير كبيرة طبعًا. جدا اللي تصور مع حد، اللي بدل التيشيرت مع حد، ولكن ما حسيناش بقيمة الكلام الكبير ده الا لما خرجنا في الشارع وتعاملنا مع الناس، حسينا ان الناس يعني مستقبلة الموضوع باستقبال اسطوري يعني. ان ريال مدريد جه، خلاف بقى زي ما قلت لحضرتك، حاجة هتفضل في التاريخ، ولغاية دلوقتي لو عدى برضو كتير جدا اي حد هيجي مكاننا هيتكلم. اهم محطتك على مستوى البطولات، في فترات كده اللعيب بيحس فيها انه